السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تحولت الاعتداءات المتكررة على رجال المرور في الفترة الأخيرة إلى ظاهرة مقلقة في العراق بعد أن سجلت ارتفاعا ملحوظا بوتيرتها دون اكتراث من قبل المعتدين لهيبة الدولة التي يمثلها رجل المرور في الشارع. واضح مشهد الاعتداء على رجال المرور خلال تأدية واجباتهم جزءا من الحياة اليومية للعراقيين في ظل دوامة الفوضى التي يعيشها العراق، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المقاطع التي توثق تلك الاعتداءات. وسادت حالة من الاستياء والغضب في أوساط العراقيين بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع صورا لمحاولة دهس رجل مرور من قبل سائق سيارة أجرة في بغداد عقب تحريره مخالفة ضد سائق السيارة. دعونا نشاهد. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. تتعدد الأسباب والدوافع وراء الاعتداء على رجال المرور فضلا عن تنوع الجهات المشاركة في تلك الاعتداءات، ما بين ميليشيات متنفذة تنتمي في الغالب للحشد الشعبي، وما بين أفراد من حماية المسؤولين خلال مرور مواكبهم في الشوارع الرئيسة، فضلا عن أشخاص مسنودين من الأحزاب والعشائر المقربة منها ممن يعدون أنفسهم فوق القانون. ويشخص خبراء قانونيون غيابا للإجراءات الرادعة وضعفا واضحا في تطبيق القانون على الجهات التي تمارس الاعتداءات ضد رجال المرور، بالرغم من وجود نصوص قانونية صريحة تندرج ضمنها عقوبات ضد من يعتدي على موظف حكومي خلال تأدية واجبه الرسمي. على الرغم من النصوص القانونية الصريحة في توجيه العقوبة للمعتدين على رجال المرور، إلا أن مشاهد الاعتداء عليهم متواصلة وتصدر من شخصيات تمثل القانون وسلطات الدولة الثلاث، كما حصل قبل أيام حينما حاول النائب عن ائتلاف المالكي بهاء النوري التدخل لمنع القبض على امرأتين مقربتين منه اعتديتا على ضابط مرور في بغداد. وبينت مصادر حكومية أن المرأتين هاجمتا ضابطا برتبة رائد تعرض بالسب والضرب بالأحذية في الشارع وتمزيق قميصه ورتبته العسكرية، فضلا عن تهديده بالعزل من وظيفته، وذلك عند محاولته تحرير مخالفة مرورية لهما، الأمر الذي استوجب استدعاء شرطة النجدة للقبض عليهما. إلا أن النائب حضر بسيارة حكومية ومنع الشرطة من القبض عليهما واصطحابهما معه بالسيارة الحكومية. طبعا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا حديثة للاعتداء وثقتها كاميرات المراقبة بالتزامن مع اكتفاء وزارة الداخلية الحالية بتكريم مفرزة المرور التي جرى الاعتداء عليها دون حبس المرأتين المقربتين من النائب بهاء النوري. لنشاهد. شوف جني من هناك راهن عليه
يعني حتى العرب هذه ما قلت لنا ما قاعد. شوف شوف شلون غلط مالك التجاوز. دفعته ضربته. شوف ذيك نزعت للنعر برا. شلون ضربته بالنعر؟ شوف. تفلت عليه. هذيك اللي شالت النعال. لقيت طب امي جو الكرفون بس داخل تشوف كلها شوف باب النعال هم شالتهم تتدت على واحد منا يا مشارع هذا احنا اثنين شوف شو منافسة زين طبعا هم جاوا هدوا الوضعية لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. أبو صادق يقول بعد شلون يصير الاستهتار؟ مع الأسف والله يجب فرض القانون على الجميع وإلا يصبح البلد غابة. أحمد يقول لك وراهن البرلماني بهاء النوري أبو دولة القانون بعد عدهن حصانة برلمانية المسكين الضابط راح ينفصل لو ينقلوه أو يقول لك وراهن. حيدر يقول لازم يكونن عبرة لغيرهن ويطلعوهن بالإعلام يعتذرن ويعترفن بخطئهن وينالن جزاءهن وفق القانون بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية واجبه. تحية لضابط أو للضابط على الانضباط والاحترام. تعبتني حيدر بهذا التعليق. أبو أوس يقول ظهرها قوي ومرت نائب ما تنحجز يوم واحد القانون بس على الفقير. طيب مشاهدينا دعونا ننتقل إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقة إلى أزمة الكهرباء المستمرة في العراق. قالت وزارة الكهرباء العراقية في حكومة الإطار التنسيقي إن منظومة الكهرباء الوطنية بدأت تعود تدريجيا للعمل بعد ساعات من انقطاعها بشكل كامل في كافة أنحاء البلاد نتيجة عمل تخريبي استهدف خط الناقلة صلاح الدين الحرارية حديثة بعبوات ناسفة بالإضافة إلى اندلاع حريق في محطة البكر التحويلية بالبصرة جنوب العراق. وأضافت الوزارة في بيان لها أن عددا من الوحدات التوليدية والخطوط المنفصلة عادت إلى العمل وتم ربطها بالشبكة الوطنية مرة أخرى بعد أن انفصلت عنها نتيجة الحريق الذي طال محطة البكر، مشددة على أن العمل يجري لإعادة تشغيل باقي الوحدات والخطوط الناقلة خلال الساعات المقبلة. وما بين خلل فني وعمل تخريبي تكشف تصريحات وزارة الكهرباء المتناقضة عقب انهيار قطاع الطاقة في العراق حجم الفوضى والتخبط رغم وعود وزارة الكهرباء بأن صيف 2023 سيكون مختلفا عن ما سبقه على مستوى استقرار وتحسن التيار الكهربائي. فتحول الوعود إلى انقطاع كامل للكهرباء في مدن العراق هو أكبر دليل على فشل وزيف هذه التصريحات، وبلغ مستوى السخط الشعبي أعلى مستوياته مع تجاوز درجات الحرارة عتبة نصف درجة الغليان، حتى بات مشهد شتم المسؤولين من قبل المواطنين من المشاهد السائدة في مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن حجم الغضب من جراء انقطاع التيار الكهربائي في هذه الأجواء الحارة. دعونا نشاهد هذا المواطن كيف عبر عن غضبه تجاه المسؤولين. من الصغير للكبير كل واحد باق 1000 دينار من الميزانية مال الدولة والمشاريع وخلانا قاعدين بالحر وما سوى الكهرباء. لا على قبر موتاكم اشتعل موتاكم لا على قبر موتاكم ساعة السابعة الوحدة بالليل لا على قبر موتاكم شهر السابع كهرباء ماكو لا على قبر موتاكم اشتعلت موتاكم من الصغير للكبير كل واحد باق من الدولة وخلانا حايرين ماكو كهرباء لا على قبر موتاكم ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. يشهد العراق الذي يبلغ عدد سكانه تقريبا 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي قد يصل إلى 10 ساعات في اليوم الواحد ويزيد
هذا الأمر زاد الموضوع سوءا، وزادت درجات الحرارة المرتفعة أيضا الأمر سوءا خلال فصل الصيف كما ذكرنا، ويعود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العراق إلى تردي البنية التحتية والذي يعاني منه العراق بسبب عقدين من الفساد وسوء الإدارة. مواطن آخر من محافظة ذي قار عبر عن غضبه من تردي واقع الكهرباء خلال شهر تموز الحالي، وحمل المسؤولين وحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني مسؤولية ما يحدث لقطاع الكهرباء في العراق. دعونا نشاهد. اسكت يا حميد، لا يذبونك بالسجن، اسكت يا بكهرباء طافي يريد النام. لا يا اخو يسكت، ماكو ولي الا علي والريد قائد جعفري. حميد اسكت، اسكت يا حميد، يا بكهرباء ماكو، يا بريد النام يا اسلام اللي تدعون اسلام. عم والله عيب، والله مخازي، هسه مبارك بالليل اعطونا اياها عم نريد النوم. بالعباس عيوننا طاقه، تنوع لنا الوادي محشوارها شكاره. بويا كهرباء طونا نريد النام، رحمه لمحمد، رحمه للملائكه، رحمه للجنين، رحمه للحوت هذا البفريقي الاسود. والله عيب وكافي ومخازي صرنا. والى متى انتم هذا الانتكال؟ مثلا ايران مطتنا غاز، امريكا مطتنا غاز، تركيا مطتنا نفط، ونفيطاتنا وين؟ ننتقل الى مقطع اخر ضمن نفس الملف مشاهدينا الكرام. على الرغم من ان العراق يصنف من البلدان الغنيه بالنفط، فان المحطات الكهربائيه في العراق تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من ايران، والتي تقطع الإمدادات مرارا وتكرارا، مما يزيد الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. ولسد النقص يلجأ عموم العراقيين إلى استخدام المولدات الكهربائية التي لا تكفي أحيانا لتأمين الاحتياجات اليومية كتشغيل المكيفات في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. ويحتاج العراقيون إلى مادة البنزين لتشغيل مولداتهم المنزلية خلال انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن هذه المحطات، محطات التعبئة هي الأخرى، لا توفر هذه المادة لأسباب مختلفة، وفي أحيان كثيرة ما يزيد من معاناة المواطنين. دعونا نشاهد حال أحد المواطنين بعد أن وجد محطة الوقود القريبة من منزله في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، وجد المحطة مغلقة بذريعة الحزن على مصاب الحسين، في وقت يحتاج فيه المواطن للوقود لتشغيل المولدات الكهربائية. لنشاهد. كهرباء من الصبح لسه ماكو، ونجي للبنزينخانة معزلها، يقول والله معزل احتراما للحسين، اليوم عاشر، يقول لي اليوم عشر محرم ما يعطينا بنزين. هاي معلق الرايات السود، يا اطفالنا موتة من الحر، أطفالنا موتة من الحر، اعطينا بنزين والله ترى مالي الحسين معزلاني. حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. علي يقول: من 2003 لحد اليوم الحكومات تتفنن بتعذيب المواطن، بتعذيب الوطن والمواطن، وهم عباقرة في الكذب والضحك على الشعب وبيع الأوهام والخزعبلات. تعليق أو تغريدة على وسم كهرباء ماكو. ريان تقول: والله العلي العظيم أحس دا أموت، ما باقي عندي طاقة تتحمل الوضع والحر، متت من أمس ب 12 الظهر انقطعت الكهرباء وللآن ما جتي، شنو السالفة؟ تغريدة من فلاح حسن يقول: في غضون أشهر صرفت مليارات على الكهرباء ولحد الآن السوداني يكذب على الشعب. لدينا تغريدة من أبو مؤمل العلياوي يقول: كهرباء ماكو، بين السفيرة الأمريكية والجنرال الإيراني ضاعت الكهرباء والمواطن يعاني في ظل ارتفاع درجة الحرارة. كانت هذه بعض التغريدات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. معنا الآن، طيب، معنا السيد أبو حاتم من لندن. تفضل يا أبو حاتم، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي حبيبي، هاي ليش هيك الفوضى بالعراق؟ بسبب دول الأحزاب والبرلمانيين، يعني ما لهم أحد يردحهم هالوضع هذا السخيف حشاك.
برأيك يا أبو حاتم من اللي يقدر يوقف هؤلاء الفاسدين اللي دي يحكمون العراق؟ هذا القانون اليوم في العراق على من يطبق؟ ما يطبقونه بس على الفقري، ما يطبق. نعم. زين؟ وهو رئيس وزراء ضعيف يا أخي، أنا من أحكي وياك من هذه العمارة، هو أساساً هذا ضعيف. مال فيسبوك، بس فيسبوك أنا كان يشتغلون ويا مدراء عامين شردة وخارج العراق بالوزارة مالته. يا أخي شنو هذه الدعايات عليه وهذا بس هو بس وهاك بها النور من جماعة المالكي يخلي يعتدن على ضابط مرور خريج كلية صاحب حزب دولة القانون. تخيل يعني شعاره والحملة الانتخابية اللي سواها نور المالكي الانتخابات اللي فاتت حمل شعار سنعيدها دولة. عن أي دولة يتكلمون ذولا؟ عن أي دولة يتحدثون؟ يا دولة يا أخي سارقين العراق كله تعشوهم. أنا هنا بريطانيا شفتهم شفتهم ماكو شيء يعني يحكون علني شو يحكون شو يقولون؟ شو يقولون؟ يقولون إحنا هذا البلد يعني حلال علينا سرقته يا بديش لأن مو عراقيين أكثرهم من ناقة من طهران ومن إيران ومن مين جاي يا أخي فشون هذا يخدم البلد أساسا هو هذا أساسا بالحقيقة هو مو وطني بعد شنو الوطنية اللي عنده بها لا عرف يطلع شو اسمه هذا بها النوري يطلع بالقنوات العربية يحكي باسم القانون ويحكي أنا خادم الدولة 15 سنة وشرد من عندهم أنا إني بن عمارة هددوني إنه لا تبقى هنا لي يعني شنو الاستهتار هذا وين نعم شكرا جزيلا سيد أبو حاتم من لندن أنا أشكرك للمشاركة ننتقل للسيد أبو علاء من واسط تفضل يا أبو علاء حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك أستاذ محمد حياك الله سيد أبو علاء كل الهلا تفضل والله أستاذ محمد أبو علاء السلام عليكم أبو علاء من وياي من معي على الهاتف ألو أبو علاء تسمعني هي سمعني تفضل يا أبو علاء هاي مسرحية هاي علي والله عظيم مسرحية من أمريكا ومن إيران وهم اللي رايدينهم وهم اللي جابوهم وهم اللي راضين عليهم وهم جاي وشون بيهم وش يشتغلون ايه؟ بس لحظة حتى أفهم منك حتى أفهم منك على كيف وحدة مسرحية منو أبطالها ايه؟ منو أبطال هاي المسرحية الأبطالها قيصر خزعلي نور المالكي مقتدى كلهم أبطال ايه؟ نعم كلهم أبطال هذا العمل على منو دي يضحكون بهاي المسرحية خاصة وأن الشعب العراقي يعرف حقيقتهم فعلى منو دي يحاولون يضحكون أستاذ محمد يعرفهم الشعب العراقي يعرفهم كين يعرفهم بس هي إنا لله وإنا إليه راجعون شلوا والشعب قلوها كل من العصابة والناس لا حول ولا قوة نعم طيب قايلي إيران كفي لك الله ومحمد وعلي ولا يعرفون حسين ولا يعرفون الله ولا يعرفون ولا يحلفون بكل مخلوق هذول ظلم طيب أنا أشكرك سيد أبو علاء من واسط شكرا جزيلا لك للمشاركة معنا اتصال طيب نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى الموضوع الثالث وسنناقش قضية القطاع الصحي العراقي المنهار وصل القطاع الصحي العراقي إلى أسوأ مرحلة في تاريخه خلال العقدين الماضيين ووصل ذروته على ما يبدو خلال تولي حكومة السوداني ومسرحياتها الإعلامية المتعلقة بتحسين جودة الخدمات في قطاع الصحة إذ يضرب الترهل الإداري والفساد المستشري أي طموحات شعبية لتطوير المنظومة الصحية فعلى سبيل المثال لا تزال الحكومة غير قادرة على افتتاح مستشفيات متلكئة بالرغم من مرور 13 عاما كاملة على البدء بتشييدها وضخ مئات الملايين من الدولارات كميزانية لذلك
وأضحى مشهد اكتظاظ المراجعين في المستشفيات في ظل الفوضى وقلة الطواقم الطبية مشهدا مألوفا، حيث بينت صور متداولة ملتقطة من استشارية القلب في مستشفى ابن البيطار في بغداد بينت اكتظاظ المراجعين داخلها، الأمر الذي أثار غضب العراقيين. دعونا نشاهد. طبعا هاي الاستشارية مال القلب بابن البيطار، شوفوا الازدحام بيها، يعني المريض يجوز قبل ما يفحص يتوكل. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، من بغداد إلى ذي قار، حيث بلغ الفشل الإداري في دائرة صحة ذي قار والإهمال في تقديم الخدمات مبلغا لم تصله المحافظة من قبل، ما زاد من المعاناة اليومية التي يعيشها أبناء المحافظة من فئة العجزة وكبار السن وممن لديهم إعاقة جسدية، وذلك في مستشفى المعوقين في حي أريدو في مدينة الناصرية. لنشاهد. شوف هاي الوضعية، حال اللجان الطبية على مستشفى المعوقين بأريدو، شوف الناس لا دكاترة، شوف المعافين صار بيها العالم، شوف الوضعية. شوف الناس هاي الله وكي يطلع مرة، شوف الأشكال كل شي جاي، شوف حس صورة وطلع لا شوف الوضع، شوف ما يجي الدكتور هنا ما يجي على موت، روح للعيادة 25 وقع. نكمل معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، وننتقل من محافظة ذي قار إلى محافظة واسط، حيث رصد مواطن حال مستشفى الزهراء وجودة الخدمات فيها، حينما لجأت غدارة المستشفى إلى استخدام سلال معدنية تستخدم في الدراجات الهوائية ووضعها بجانب أسرة المرضى لوضع مقتنياتهم في مشهد جديد من مشاهد الفوضى وسوء الإدارة التي وصل لها قطاع الصحة في العراق. لنشاهد. ما حد يشوف مستشفى الكوت، مستشفى الزهراء، سلات مال بايسكل مخليه. هاي الوضعية. تصور لي اياها، قول لي هذا سجن ابو غريب. سجن ابو غريب. دعونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو محمد يقول: عاشت الحكومة لتوفيرها الرعاية الصحية للشعب بشكل كبير، حتى أنك لا تتصور هذه الخدمة في أوروبا. حميد يقول: الله ينتقم من كل واحد وصلنا إلى هاي الحالة، خافوا من الله. تعليق لدينا من طلال يقول: ما شاء الله على حكومتنا الرشيدة، موفرة جميع وسائل الراحة. وتعليق من حسن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، بهيج دولة ما تقدر توفر أبسط الأشياء للمواطن. مشاهدينا الكرام نستمع لرأي السيد عباس من كركوك، تفضل يا عباس. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحياتي الكادر الرافدين. أهلا وسهلا يا عباس، كل الهلا، تفضل. أستاذ العزيز، ماكو حكومة قوية، لاكو حكومة قوية. الليتوان بالنعال الإيراني يهرب على الشرطي مرور. نعم. هذا الاعتداء سيد عباس، هذا الاعتداء ما صار على رجل مرور بس، صار على هذا القانون وصار على هذه الدولة وعلى وزارة الداخلية. يعني أجلك الله، هذا النعال اللي انضرب به هذا الضابط هو لم يضرب شخصيا، هو ضرب الزي وضربت الوزارة وضرب الأمن والقانون لهاي الدولة. العراقي مرسوم، هذا العراق الحديث. نعم. ضرب على القانون أستاذ العزيز. أنا كنت عسكري أداوم وزارة الدفاع. نعم. في هذاك الوقت في وقت صدام ضابط بروزك عم يضرب صحني كاكا، تحاسب على كلمة كاكا، قال ليش تقول له كاكا؟ هذا جندي، هذا مواطن عراقي منتسب وزارة الدفاع.
نعم. وصل الصيدة وصل صدام حسين، صدام حسين عقب هذا اللي عم يدرسهم قال له شلون تصيح كذا هذا منتسب حتى كردي تصيح باسم المصطفى هاي الضابط ملازم قال انت لازم تصيح باسم ملازم مو يصيح كذا قلت يعني مو يجي القريتي وعشيتي بعدين يصيحني كذا اتحاسب اتحاسب سبع سنوات حكم ليش ما بقى لا هيبة ولا شخصية لرجال بس اسمح لي اسمح لي بس خلينا نكمل السؤال ليش ما بقى لا هيبة ولا شخصية لرجال القانون بالعراق أنا أقصد رجال المرور على أقل تقدير لأنه البقية ربما بسلاحهم يخوفون العالم لكن أستاذ أستاذ هذول عصابات هذول عصابات كل واحد جاي شيء سلاح يقول أنا حكم هذا حكمه هي تديرين طيب وكاد احنا العراق العراق كل الدول كان يخاف من عندنا احترام خاص هسه من يعترف العراق هذا تركيا قالت ما يعدل اكو واحد يحكي اكو واحد يحكي والله طبين الموصل قلنا خلال ساعتين والله قاعد عنا خلال ساعتين يجينا ماي ساعتين انا شاهد عيان بهذا الشيء شكرا سيد عباس من كركوك ابو علي من الديوانيه ابو علي من الديوانيه تفضل عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله هاي الكويت ذاك اليوم صارت تسوي خطة للشعب مالتها بعد عشر سنوات قدام تأسس مدارس تأسس مستشفيات عشر سنوات يقول يصير تعدادنا عشر ملايين فلازم عندنا بنى تحتية بس جماعتنا لا ياخذونا 20 سنة لقدام خافوا الشعب يصير 50 مليون يردون له لا ورا يردونه يبنون مقابر جماعة على نموذجية نموذجية نعم اي ما يسوون لا مستشفيات لا كهرباء صرنا والله صرنا حوالي 5 ايام نعم تجي نصحى تنقطع يعني ذول اللي موجودين بالعراق اصلا اهل انه يكونون اصحاب خطط خمسية لو عشرية مثلا والله هاي الدولة إذا يستحون ماكو أي. والله ما بي عيب يقولون يا احنا مو هاي الدولة تنازل والله مو عيب نعم عيب انت من تصير كذاب ابو علي بس اريد اسال سؤال يعني هم من يطلعون بالمؤتمرات الدولية من يروحون الى دول ثانية تستضيفهم من اجل افتتاح فد صرح معين او فد مشروع كبير ما يخجلون من نفسهم ويستحون ويحسون بالفشل أنه هم دي حكمون العراق هذا البلد العظيم وما عندهم مشروع واحد عليه العين يجيبون به رؤساء العالم أو يعزمون الدول المحيطة حتى يصير به الافتتاح دول محيطة بينا صنعت سيارات ومحطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وطرق نموذجية وجسور وأنفاق والجماعة اللي موجودين بالعراق صار لهم 20 سنة لا كهرباء ولا مي ولا شوارع مبلطة ما يستحون على نفسهم من يطلعون برا؟ والله هي العرقة من قصة طاحت يعني سيد عمار الحكيم يقول العراق فوق تتنوع للدول صحيح سيد انت بناء وثروتك صحيح صرت فوق بس تقدر تطلع لأرض التجاوز اللي بالنجف يسمونهم هذول الجراوية ما جراوية هاي البانية تلك وقاعدة والله مو عيب لك تنقل هاي الأحداث اللي بالنجف وشوف هاي التجاوزات والناس المجاده وتدور قواطي وتقول العراق فوق مو انت قبل سقوط الطاغيه صدام كنتوا تحبون رجال الكويت يعطيكم مليون دولار بالسنه انتقبتم من عندنا احنا الشيعه احنا شنو عندنا انا صار عمري 50 سنه قصه مليونين ما عاد الله وكيلك ولا موت موت الكلب هذا سلامتك سلامتك ان شاء الله يا ابو علي سلامتك أنا أشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله الله يكتب لك الشفاء لك ولكل العراقيين المرضى وأصحاب العلل الصحية أنا أشكرك شكرا جزيلا ويانا أبو علي من بغداد تفضل يا أبو علي الله يسعدك حياك الله كل الهلا شلونك يا أهلا وسهلا يا أبو علي الكهرباء جينا بغداد والحمد لله والبنزين غاب يعني الحمد لله تمام حكومة زين منتخبة يعني تمام الأمور بالعراق ماكو مشاكل ما هذا أنا بغداد الحمد لله بغداد كله زين أنت وين بغداد ولا تقطع التلفون لا تقطع لا تقطع
لا لا ليش قطعة لا بالعكس أنا كيف على أنا كيف على اللي يتصلون من النماذج اللي تشبه حضرتك بالرأي ذولا حقيقة يعني يعني يعجبني أخاطبكم يعجبني أخاطبكم. طيب أنت شنو رأيك إذا أنت تقول بغداد أمورها تمام شنو رأيك بتصريح وزارة الكهرباء اللي تقول الكهرباء انقطعت ماكو كهرباء عندنا بسبب عطل فني أو تخريبي؟ اي صار عندنا قاعد بلندن والحمد لله. ها اول شيء احنا طالعين من العراق لان اكو ميليشيات وفرق موت فما نقدر نرجع لانه العراق مو امان لو امان كان رجعنا وبعدين اكو شغله بعيدا عن جزئيه انه انتم وين وما وين 20 سنه العراقيين ما عندهم كهرباء ليش يا ابو علي؟ لا صار الحمد لله خلحتي إلى شنو؟ أستاذ محمد تفضل. بالنسبة الحمد لله على السودان الشخصية أي. عربية وزين وحمولة وإن شاء الله الكهرباء الحمد لله على بغداد 16 ساعة طيب وطني. شوف أبو علي أبو علي بس اسمح لي واحدة نعم. العراق صرف على قطاع الكهرباء بحسب تصريحات الحكومة أكثر من 80 مليار دولار من 2003 لغاية اليوم تمام الكلام؟ نعم هاي الـ 80 مليار دولار كان بإمكانها أنه تخلينا عندنا كهرباء ما تنقطع 24 ساعة ونصدر الباقي الفائض إلى الدول المحيطة تمام؟ نعم باعتراف الحكومة هناك فشل في منظومة الكهرباء وفساد. طيب أبو علي أنا أشكرك يبدو الاتصال انقطع بس اسمح لي وزارة الكهرباء اعترفت عن طريق المسؤولين فيها وعن طريق المسؤولين أصلاً الموجودين في العراق بوجود عجز وفشل وفساد في قطاع الكهرباء في العراق واعترفوا بأنه العراق ما يقدر ينتج الكمية الكافية من الطاقة الكهربائية من وحدات الميجاوات اللي تكفي لتوليد الكهرباء في المحطات بشكل عام ولإيصال هذه الكهرباء إلى المواطن ولذلك يشترون كهرباء من إيران ويشترون كذلك الغاز من إيران لعل وعسى يستطيعون تأمين جزء من الحاجة في محطات الطاقة الكهربائية اللي توصل للمواطن. إيران قطعت الغاز انقطعت الكهرباء وهذا الموضوع صار مؤخرا تمام وطلع محمد السوداني وصرح بهذا الكلام واعترف بأن هناك فساد في قطاع الكهرباء وفشل في المنظومات وعجز بالوحدات التوليدية وغيرها. هذا الشيء يثبت أنه ماكو كهرباء. قد تكون حضرتك ربما قاعد في منطقة أو ساحب خط مولدة لكن غيرك ما عنده القدرة أنه يدفع ثمن ساحب خط من المولدة الأهلية أو أنه ينتظر أو يعيش على الكهرباء الوطنية لأنه ما تجي ساعتين ثلاثة باليوم. طيب منو عندنا اتصال؟ سيد علي من بغداد تفضل. مساء الطمأنينة على ابن الخير. حياك الله يا علي. شلونك حبيبي أستاذ محمد الغالي الذهب؟ كل الهلا حياك الله. طبعا حبي واحترامي وتقديري لصوتك الشجي العذب الله يحفظك وحب وتقدير لصاحب الاسلوب على اتصالات الورده مال الله او انتم اذاعه ساد طبعا في غنى عن التعريف من فلان علان الله يسلم. بين هو يقيم بين انتم او بلندن ولا بعمان هذا الشيء ما يخصك وثاني شيء مشرف بين انتم من خارج العراق هاي الوجوه الطيبه اللي احسن من انتم بالعراق شنو هو بالعراق الكسله الحبوب هو انت لو عندك رصيد ابو علي كان حكيت كملت هو انت حتى رصيد ما عندك ابو علي رحمه على ابوك دخلينا ساكتين الله يخليك سيد علي انت من بغداد اريد منك رد على ابو علي باعتبارك موجود بالعراق هل الوضع ببغداد هل الوضع ببغداد بالكهرباء متوفره بشكل والله مهزله استاذ عمر استاذ محمد نعم قدما بالقران مهزله انا دائما اتكلم ويا استاذ عفل ويا استاذ عمر والقران مهزله استاذ محمد شنو الشيل بيهزين طلع بس انطيني جواب على الكهرباء في بغداد شنو وضعها هسه والله تفت بالقران يعني بشرفك صار لها يومين الكهرباء مناطي ببغداد كثير خمس ساعات رايح لعلي حسين يلطم محمد الشاعر السوداني بعد عين الحسين ابو عبد الله يوفر الكهرباء للعالم اذا رايح للحسين تطلقمون انت والمالكي وهادي العامري نعم مش بكم اصلا طيب ليش اكو علي بس اسمح لي علي ليش اكو شخصيات بعد مثل السيد ابو علي لا تزال تثق بهاي الحكومه لا تزال تريد هاي الحكومه تبقى وتستمر
شنو اللي قدمته هذه الأحزاب للعراقيين حتى نثق بيه؟ هو تدري شنو وصلنا لهذا الخلل؟ تدري شنو وصلنا؟ سألتني ولا حجابك؟ هذا الخلل العقل الفارغ. هذا العقل الفارغ. نعم. مثل أبو علي وامثاله. إذا ما يعجبك الإذاعة وتقول هاي الإذاعة بلندن، لوش تسمح وتخاف؟ لا لا لا، شوف 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 سيد. سيد علي. احنا نرحب بكل الاصوات، نرحب بكل المتصلين، طالما ماكو تجاوز بالموضوع. بس انا حقيقه يعني هو من قال انتم برا، احنا فعلا برا وفعلا قاعدين في دول، وشفنا دول على اعمار وعلى بنى تحتيه وعلى كهرباء وخدمات وعلى مشاريع. ننقهر ونحزن لما نشوف بلدنا اللي احنا متغربين لانه ما نقدر نرجع له بسبب الميليشيات والفاسدين، نشوفه بلد مدمر. الشهاده محمد. نعم. والله انتم حقكم، والله اني يعني احنا رقبتي وراسي رقبتي لكم، لانه تدري ليش استاذ؟ لانه انتم وجوه طيبه ومبين ذاك هو العلامه سبحان الله بوجوهكم، انتم مبينين ناس طيبين وتسمعون الاراء الناس وموادتكم واحترامكم بالقران يسوى ملك الدنيا. فانت كل اللي نعطيك اياه بالعراق شنو اللي موفر لك اياه؟ الامان. اللي اليوم عبد الامير الشمري ينادي على الاحزاب وينادي على القطاعات العسكريه، بارك الله فيكم على الخدمه العاشوريه، وهاي يدري انتم كل شيء ما موفرين، يعني هاي شنو يعني؟ العالم راحت الحاشر محمم، يعني هاي قلبت الدنيا. بعد طيب. عين الحسين ابو عبد الله، عمي الحسين ابو عبد الله ما قال لكم بوقوا وسووا شيء بالشعب؟ عمي تقتلون الشعب والله ملخص ملخص بالقران. انا اشكرك سيد علي من بغداد، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا يعني مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام، موضوع انه انتوا برا وكذا وهذا الانتقاد، من حقنا نكون خارج في سبيل ايصال هذه الكلمه التي منعت اليوم بالداخل العراقي. اليوم اكو كثير من الخطوط الحمراء، واكو كثير من التهديدات والخطر يواجه الصحفيين واصحاب الراي في العراق، وهذا الموضوع يقودنا الى التوجه الى مكان امن من اجل ايصال صوت العراقيين المظلومين اللي اليوم يعانون في الداخل من بطش الميليشيات وفساد الأحزاب وخراب هذه الدولة بفضل الحكومات اللي جت بعد الاحتلال من 2003 لغاية اليوم. بدنا نحاول نكون صوت العراقيين ونوصل هذه المعاناة إلى الناس، إلى الخارج وإلى الداخل أيضا، لمن يحاول غلق آذانه أو يحاول إغلاق عينه كذلك عن الحقيقة الموجودة. دعونا لكم المشاهدين الكرام، لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ونصل إلى الخبر أو الفقرة الرابعة لدينا، البنى التحتية والخدمات والمشاريع الفاسدة والفاشلة كذلك. كشف نشطاء عن سوء تنفيذ عدد من مشاريع صندوق إعمار ذي قار الذي انبثق بعد ثورة تشرين، وجرى تخصيص المليارات لهذا المشروع لانتشال واقع محافظة ذي قار من واقعها المتردي في محاولة لامتصاص غضب العراقيين. وأظهرت مقاطع مصورة وصور فوتوغرافية تداولها ناشطون وإعلاميون ظهور تخسفات وتجمع للمياه الآسنة في أحد شوارع حي المنتظر الذي جرى تنفيذه حديثا ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار، فيما تحدث ناشطون ومدونون عن صفقات وشبهات فساد في إحالة مشاريع المحافظة لشركات غير رصينة. لنشاهد. نحن متواجدين في وسط الناصرية، منطقة حي المنتظر الوهابية سابقا. هذه المشاريع صار لها 15 يوم من انجزت. هذا الفيديو لمحمد شاه السودان. اللي جات اصلا ظاهر الصوره غلط. شوف حجم المليارات اللي جات تصرف على محافظه ذي قار، شوف حجم تفاهه رداءة البنى التحتيه اللي محشوبه علينا. كل كشف اقل كشف بنى تحتيه مليار، اقل كشف هذا. شوف حتى احنا نكون واقفين امامكم بالراي العام. خلي تشوفون كل شيء واضح. خلي تشوفون فشل الحكومه المحليه. الحكومه معاون المحافظ لشؤون المتابعه وكل الدنيا واللجنه اللي شكلها المحافظ عندها عدل. على اساس شكل لجنه فنيه من 20 مهندس يراقبون المشاريع، وين الرقابه؟ المهندس المشرف، المهندس المقيم وين؟ الشيء لا غار، زين وينكم انشاء شوارع؟ وتخسر عليها مليارات ما تسوي سواق امطار. زين شلون تمشي المياه الامطار؟ تصريف المياه الامطار شلون راح يصير؟ شلون انت رضيت يا مهندس المقيم؟ يا حكومتنا المحليه شلون رضيتوا فيك مشاريع؟ وهم محسوب عليه انجاز هذه باكر عقبه تقول تم انجاز منطقه فلانيه، هذا انجازك ومستوى البنى التحتيه اللي كنا نتامل. نبقى ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. كان صندوق اعمار محافظه ذي قار قد اعلن عن او اعلن في وقت سابق عن مواصله العمل في تنفيذ 206 مشاريع بكلفه تقدر بمئات المليارات ضمن خطته لعام 2021.
فيما كشف عن إدراج أكثر من 220 مشروعا خدميا جديدا بكلفة تصل إلى 600 مليار دينار ضمن خطة عام 2022، وذلك بعد استلامها من إدارة المحافظة. وكان ناشطون وبرلمانيون في ذي قار قد أبدوا اعتراضهم في منتصف العام الماضي على تخصيص جزء من أموال صندوق إعمار المحافظة لشراء آليات قتالية لقيادة الجيش، فيما أشاروا إلى عدم مراعاة الأولويات والحاجة لمشاريع الخدمات الأساسية والبنى التحتية في قضاء سوق الشيوخ التابع لمحافظة ذي قار وتحديدا في شارع الإطفاء، حيث رصد مواطن من هناك حال الشارع بعد تخسفه وتجمع المياه الآسنة فيه ونحن في فصل الصيف وبدون أمطار، في ظل الحديث عن فساد صندوق إعمار ذي قار وسرقة أمواله من قبل المتنفذين. لنشاهد. قبل قبل هلا بيك هلا وبجيتك هلا، هاي قبل 2003، هسه بنروح بالدم نبيك يا هتشار، بنروح بالدم نبيك يا هتشار. اش اللي واقفون كفيكم الله، ما تعرفون الحسين ولا الملك. ليش؟ لان الحسين عليه السلام ضحى بنفسه وعياله ضد الظلم زين وعلى مود الاصلاح زين. الحسين عليه السلام قدم نفسه وعياله واطفاله، قدمهم حتى يصير براسنا حظ، حتى تصير براسنا احسن الامم. الامه الاسلاميه لازم تنهض، ما لازم تكون هيك شيء خانعه ونايمه بالذله. يلا هات تفضل، هاي سوق الشيوخ شارع الاطفاء، هذا شارع الاطفاء اليوم 4 محرم. يلا تفضل، وانت ظل بهذا التناقض اللي بعقلك، وانت عزيز اللي تستلم لك مليونين. طبعا انا ما لومك من تفتقدني من تحكي علي، لان مليونين بالشهر يطب لك غير الحوافز والامتيازات، ومسوي روحك مجاهد براسي وانت كنت نايم بالدول. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. عزت مصادر محلية أسباب سوء تنفيذ المشاريع في محافظة ذي قار إلى جملة من الأسباب، من بينها سوء اختيار الشركات وشبهات فساد وصفقات فاسدة كذلك في إحالة المشاريع على الشركات أو إلى الشركات، وتدخل بعض الأحزاب والنواب في هذا المجال. واستغرب مدونون من أبناء محافظة ذي قار من حجم الاهتمام بمشاريع النافورات التي تنفذ بشكل مستعجل ودون مراعاة للشروط لكي تحسب على المواطن مشروعا عملاقا وتكتب في سجلات المصروفات مبالغ ضخمة عليه. في هذا السياق رصد مدون من أبناء الناصرية طريقة تشييد إحدى النافورات وحجم الفساد الواضح المصاحب لإنجاز هذا المشروع. دعونا نتابع. مستشفيات، لا عندنا مراكز صحية، لا عندنا محطات تحلية المياه، كهرباء ما عندنا، شوارعنا كلها تعبانة، محافظ ذي قار ما في سر الجامعين فقط عن نافورات. هاي النافورة شوفوها، هاي النافورة قدامكم، شارع الجمعة، شارع الجمعة مقابلة، هاي النافورة. يعني طبعا احنا نسولف في مشروع محافظ ذي قار، هاي باجي تحسب علينا مشروع، تحسب علينا مشروع من ضمن مشاريع وزارة التخطيط، هذا الأساس هو الأساس القديم. الاساس موجود القديم، هذا الاساس فقط صبيته هالمكان، راح تجيب لك سيراميك وانا ابي بلاستيك دنيا، انا ابي صور سيراميك دنيا، انا ابي بلاستيك سيراميك المتر 5000 دينار، وانا ابي بلاستيك وغطاسات اثنين، وتحسب علينا مشروع والله سويتكم نافوره 100 مليون 60 مليون. هذا الاساس ماله راح اجيب كربستون، طبعا كربستون هو حيبقى مسافه على كبره. احنا محتاجين مشاريع استراتيجيه، يا هيئة الرقابة المالية، ديوان الرقابة المالية محافظة ذي قار، هيئة النزاهة، اتحققوا ملف مشاريع محافظة ذي قار، مليارات يعني مشاريع الأمن الغذائي، خصوصا نافورات، 625 مليار، 625 مليار، موزع على 160 مشروع، هذا مشروع انحسب علينا، 35 نافورة في محافظة ذي قار، انحسب علينا مشروع هذا. مشاهدينا نتابع بعض التعليقات سريعا التي وردت بشأن هذه المقاطع. سيوفي يقول: خلي تشوف الناس الفساد، فساد الحكومة المحلية وين وصل؟ للأسف الشديد مقاولين وشركات كلها تلزيق. تعليق من حيدر يقول: حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، يعني وين يردون يوصلون بينا بعد؟ والمصيبة الجميع يشاهدون الدمار مع المشاريع ومغلسين مع الأسف. منصور يقول: والله فشلة وزحمة قدام العالم، فشلتونا قدام الكعبة قدام الكائنات. في تعليق من سيف يقول: والله هضيمة وخزي وعار على كل مسؤول في محافظة ذي قار على هذا الفشل والتلزيق. ننتقل إلى فقرة الهاشتاج. موضوعنا اليوم مشاهدين الكرام: حكومة أنفاس السفيهة. السفيهة هنا هي إشارة إلى السفيرة الأمريكية
ألينا رومانوسكي في العراق السفيرة الأمريكية، وانتقاد المغردين العراقيين لدورها في دعم هذه الأحزاب العملية السياسية. دعونا نتابع بعض التغريدات. محمد الظاهر يقول الدولار 156، الكهرباء ماكو، الماء ماكو، الخدمات ماكو، دجلة ينعبر مشي، حكومة السودان هي الأسوأ منذ 20 سنة. حسين علي يقول حكومة أنفاس السفيهة، لا كهرباء لا ماء لا خبزة زينة، ومنك يا سوداني غسلنا إيدنا. كرار يقول حكومة منحطة تفتقر لأبسط القيم وأصبحت أضحوكة لكل العالم بإدارتها الفاشلة. وتغريدة من عادل يقول حكومة أنفاس السفيهة هي عبارة عن تجمعات حزبية هدفها هدر كرامة المواطن بعد أن هدرت كل ثرواته منذ 2003 وإلى اليوم. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.